أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس يوم غد صحو في المناطق الشمالية وغائم جزئيا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، أما درجات الحرارة فترتفع حيث ستكون درجة الحرارة الصغرى 11 درجة والعظمى 36. أما حالة البحر في البصرة فتشير إلى أن الموج يتراوح بين خفيف ومعتدل يصل إلى 4 أقدام، والرياح شمالية غربية تنشط على فترات لتصل سرعتها إلى 55 كيلومترا في الساعة. يوتي في تتمنى السلامة لطواقم البحرية على السفن وزوارق الصيادين.